كاين واحد الاشكال اساسي، وهو هاد الناس هادو اللي داروا هاد الشيء اللي بدا من البلوكاج بطبيعه الحال، واللي دابا وصلوا لرئاسه الحكومه. اول شيء نلاحظه هو انه المجتمع لم يعد يثق فيه. هذه الكلمه هذه انا قلتها للحكومه، وقلتها للسي وهبي، وقلتها للسي عز اخنوش، وكنعاودها لهم اليوم، انهم يحكمون بدون ثقه المجتمع. والقضيه ما مزياناش، لان الثقه هي واحد الشيء اساسي. ولكن اشرحوا لي كيفاش غتكون هذه الثقه هذه. نبداو بواحد الشخص ربما غتعتبروه ما عندوش اهميه كبيره، ولكن كيتسمى هو الناطق الرسمي باسم الحكومه. هذا السيد هذا الاخوان والاخوات الان كاين اجماع على انه يكذب ويبالغ في الكذب، وما خصو لا يكذب لا يبالغ في الكذب. يمكن ما يتكلمش شي موضوع الى تجبد. انا كنتكلم مع السي عز اخنوش باش ينتبه ان هذا اشكال كبير، هذا اشكال كبير. ماشي بغيت نسفه داك السيد ولا 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 نخرج له على بلاصتو، ولا هذا ماشي هضره. تنقول للسي عز اخنوش ماشي معقول يكون الناطق الرسمي ديالك باسم الحكومه يعني يكاد يكون هنالك اجماع على انه يكذب. هذا ماشي معقول. ولهذا في تقديري ان هذا السيد هذا، أنا سمعت بودنيتي يتكلم في وقت سابق بأنه الطماطم بجوج ديال الدراهم، ونقول لكم واحد القضية تنصدقوا. من بعد ما كنسول ولا كنشوف الفاتورة تلقى ما كاين لا جوج دراهم لا والو. ديك الساعات كانت بستة ولا سبعة ديال الدراهم ولا عشرة ديال الدراهم، وكانوا الناس كيغوتوا. دابا عاوتاني كثر وكثر، وطبعا دابا وصلنا لكلام آخر إلى آخره. إل دي نيمبورت كوا. ماشي معقول، لأنه هذا الناطق الرسمي. الحكومة إذا كانت كذب، المسلمون يتساهلون مع المعاصي المختلفة، سواء تعلق الأمر بالزنا أو تعلق الأمر بالسرقة نسبيا، ولكنهم لا يتساهلون مع الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، سئل هل المؤمن يسرق؟ هل المؤمن يزني؟ قال نعم، يعني ممكن، ولكن قال هل يكذب؟ قال لا. فالحكومة ما يمكنش يكون الناطق الرسمي ديالها متهم بالكذب ومجمع على ذلك في المجتمع. فانا كان لان دابا مشكلتي الاخوان، انا ماشي ما تنفكرش في السياسه كشخص جا بغي ينافس على مقعد رئيس حكومه كما كان الاخر. هذا بالنسبه الي يعني شيء اولا بعد انتهى. ما غنقولش شي حاجه على المستقبل، ولكن كلشي داكشي اللي ممكن زعما نكون وصلت ليه الحمد لله قد مرة. ولكن كنتكلم كمواطن، كإنسان كيتحمل مسؤولية سياسية في البلاد ديالو وكينظر للمستقبل. هذا الشيء صعيب بزاف. ماشي حنايا كنلعبوا هنايا. الحكم شيء جدي. نعم غتقول لي السي عبد الإله الحكومة راها محكومة، لا غير صحيح. في المغرب كاين مجالات كيتكلم فيها غير جلالة الملك وما كتقرر لهاش الحكومة، منها بحال اللي قلت لكم قبيل العلاقات الخارجية، منها القضايا ديال الدفاع والأمن، منها القضية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى آخره. هذه معروفة. رئيس الحكومة حتى هو كيخضع للملك، ولكن عنده المبادرة في يده، كيعمل وكيقترح الوزراء وتيمكن له يتخذ القرارات اللي كيتصورها صواب. واذا كان جلالة الملك ما متفقش عليها، هذيك الساعات هو كيعرف يتصرف باش يوقفها، باش تكون الامور واضحه في الذهن ديالك. ولكن راه ماشي ما عندوش مجال، بل هو عنده مجال وهو مسؤول. وانا دابا كنتكلم عن الامور حسب ما يبدو لي انا والله اعلم، يعني تدريجيا، يعني الاولى هي هذه. يعني المساله الثانيه، هذا السيد رئيس الحكومه أنا حشمت في بلاصتو، لاحظتي وأنا ما جاوبتوش من اللي قال عاوتاني هذا الشيء اللي درناه حنا في عام
أكثر من هذا الشيء داز 10 سنين. هذا ما أنا حشمت. تقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو قل ما شئت. أنا دابا حشمت بلاصتو. واش باقي أنت باقي أنت أسيدي واخا طيب أنت درتي مزيان، واش ما كتشوفش شنو وقع في المغرب؟ ما كتشوفش الناس اللي ما كانوش كيتكلموا في السياسة اللي ربما خداو من عندك الفلوس باش يصوتوا عليك خارجين اليوم كيعرضوا بك بل تتجاوزوا الكلام حتى الحدود الطبيعية ديالو. انت ولا لا؟ انا بغيت نقول له وضير راه كتبوا له الناس، شي واحد كتب له بالفرنسية قال له لينوتيل اتاك دو مسيو اخنوش كونتر مسيو مكير، ماذا سيدفعك ان تقول هذا الكلام اليوم؟ هل تحل المشكل؟ هل يحل المشكل اليوم اذا قلنا انه درنا احسن من هذا؟ بطبيعه الحال هذا تهوى يمكننا نضيفه تهوى الكذب والبهتان، ولكن هذه المقارنه ما كايناش. بلاتي تدوز 5 سنين الى دازت لك وتجيب اكثر من ديك 102 اللي جبتي هذه المره، تجيب اكثر منها وديك الساعه تهضر كي درتي لها. وبلاتي تدوز 10 سنين الا دوزتي، حنا دوزنا 10 سنين وخرجنا، اييه بالحق دوزنا 10 سنين وراه ماشي سهله. والاخوان ديالنا الحمد لله اذا كان يعاب عليهم بعض الاخطاء السياسيه فالجميع ما زال يعترف لهم بانهم ايديهم نظيفه والحمد لله، وسيروا الامور راه ما سيروا الامور، ما غلطوا في امور اللي حنا عارفينها وقلناها واعتذرنا عليها الى اخره، ولكن هذو الناس ما يزالون مشرفين الى الان في العموم او تقريبا كلهم. فخصك تستحيي شي شويه السيد رئيس الحكومه.